صبحكم الله بالخير. لا اله الا الله على صوت البلد. من عين حق الجيمات شنو حطيتي هني بقى؟ هني طهنا اسمر واحد وابيض اثنين. 2 كوب ابيض 1 كوب مسمر وقفشة حليب وشوية زعفران شوية ملح. ملح ايوه. هذا مني. سكر واحد قفشة. سكر قفشة. خميرة قفشة. هذا نص قفشة بيكنج بودر. تحطين فوقهم شكر وخلطيهم مع بعض. هذا ملح ولا شكر؟ ملح. ملح هني تحطينه ولا هني؟ لا هني لا. كله مرة واحدة؟ زين يلا بعدين تصبين فوقها ماي. بعدين تعينينه بالماي هني ها؟ هني خبز. هذه قرص واحد خبز مع كوب. مع هيل مع زعفران قرص واحد خبز مال المطاحن ها خفيف ولا متين؟ متين. نقعتيه بالماء بعدين تخلطينه بالخلاط صبينه فوق عشان يصير كريسبي. هذه الخلطه عرفتوها يا جماعه؟ كوبين طحين ابيض، كوب طحين اسمر، قفشه حليب، قفشه نشا، زعفران حسب الرغبه، ذره ملح، بعدين قفشه خميره، قفشه بيكنج بودر، تخلطهم كلهم. يعني هيل حطي ميخان حطي هيل قفشة خميرة قفشة بيكنج بودر وقفشة شكر مع بعض خلطينهم اوكي ذرة ملح هني حطيت هذا كله. وهذا قرص خبز مع كوب ماي مطحون حاطه وياه زعفران وهيل بعد ها كوب روب مو ماي كوب روب كوب روب اوكي يلا هذا بتخلطه عقب شوف اوريكم شلون تصبه. الحين نروح كماري. كماري فايحة عدس عدل حق الكشري نص فوح يعني مو كلش ناضي او لا والله ناضي مسويته ناضي زين بس انه مو معيون نبه واحده. قال يا بصل مكرمل او المقلي بالدهن شلون قالت البصل كل مره يسالون شلون تقولون البصل كذي من يقول شويه كركم وملح وطحين فركينه تقطن دهن دهن غزير ها دهن غزير. وهذا العدس مفيوح هذه شعريه وهذا المكرونه. الحين تسلق الشعريه والمكرونه وبعدين تفرهم في هذه مثل التقليه بصله وطماطه وشويه معجون شويه زيت شويه كمون كله مخلوط يميع محموس يميع. عقب ما تسوي المكرونه بتخلطها وياه تالي بتفرقهم مع بعض. العيش تفوحينه بروحه؟ اي بروحه سبريتي كلها سبريت سبريت. تمام خوش شويه بعدين اول تقلينه هذا تالي تنزلينه مع المكرونه ولا بروحه؟ مع المكرونه تفوحينه ولا بروحه ولا مع العيش؟ يا مع العيش بتحمل هذا وتفوحه مع العيش نص فوحه وتشيله وهذا تفوحه وتخلطه مع الخلطه بس هاي الخلطه وايد شيل نصها لان حبه الكشري شويه هذا مو وايد بعدين يصير وايد لدنه. بس طريقه الكشري العاديه هي حق التشوله هذا دقوس هذا دقوس طماط المعتاد وتحطي له خل وشكر وفلفل احمر وكمون وكزبره ها عشان يصير حق الدقه اللي تنحط فوق فلفل حسب ما تبون. هذه مرقهم هم مرق كماري مع سليم ومامراني الفلبينيات بروحهم فلفل هذا فلفل متروس طبعا بياكله شراقي. هذا دياي مقطع جسيسه صغيره ايوه كركم ملح حطي كسلي كركم ملح حطي كسلي بعدين مره ثانيه كركم ملح ايه؟ فلفل اسود ماما بهارات شويه ايوه بابريكا شويه ايه؟ ليمون شويه ايوه؟ ملح شويه كلتي خلي ثلاثه خليني ثلاثه بعدين بتقلينه بعدين عقب ما تقليه تحمر تصفه تحطه بالفرن انه تدق له كزبر او المفروض بقدونس ما عندها بقدونس فبتحط كزبر وثوم وليمون فوقه وتدخله يكمل سواه وهو محمر بالفرن فيصير طعمه حاذج ناطق ومحمر كله ينوكل مع الخبز. احنا بناكله مع الكشري اليوم هذا طبقنا هني. فعندنا دياي ام دياي ماما امنه وعندنا كشري وعندنا القيمات ماما راني هذا كل شيء اليوم خبز تمر خبز تمر بتسوون وين الخبز تمر عشان نقول لهم طريقه. هذه ماما راني قاعد تعين القيمات شوف القيمات ما تصب الماي مره واحده شوي شوي لما تعرف شلون ايوه يمها كل ساعه تزيده لما تعرف التكشر مالها ايش كثر بتخليه ساعه 1 اور ولا 2 اور 2 اور ها 2 اور خبز التمر وايد ناس يسالوننا خبز التمر خبز التمر احنا خبز التمر اللي سويناه بال في الحلقات كان مع اعتقد مع حياه الفهد الله يسلمها فنانتنا المشهوره في الحلقه مالتهم وسوينا ايضا بعد في حلقه ثانيه بس كنا نستخدم كيلو طحين وكيلو تمر مع بعض عدل نشيل عنا الطعام ونمرد كله ونعين فيه الطحين نحط وياه قفشه خميره ونحط وياه شكر شويه شكر شويه. هني ماما راني شنو ضايفه؟ هني ماما راني تقول انا اضيف شكر وياه زياده واحط وياه قفشه حليب عدل
وقفشة خميرة. خميرة. اي وبعد؟ بيكنج بودر. وبيكنج بودر. وقفشة هيل ناعم وقفشة حبة حلوة ناعم. اي فيصير هو السجنتشر مالها يعني غير حتى ما طريقتنا اللي بالكتاب وتسويها العينة. شوف العينة شلون؟ لينة كلش الحين بعدها ما خمرت بس تخمر تنتفش وتالي تسويها لها طريقة هي بالصباب وقت اللي بالصبها أوريكم إيش أنا تصبها والتمر قبل لا تحطه طحنة طحنتيه عدل مرتيها أي بالمطحانة نضي يعني كل الشيء عنه كان في عنق كان في طعامة كان في سلب كل الشيء له. والشيء الثاني هي ما مراني كم مرة تسوي إحنا طريقتنا ذاك يستوي خبزة وتنتفش خبزة هذا طعمها تمر هذه لا تصير كأنها بان كأنها شفتوا ال 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 الكيك هذا اللي مو مستوي كذي شلون يصير شو يسمونه ما أدري الكيك هذا اللي مالهم ال مثل لا مو كب كيك ثاني ذاك اللين ما أعرف سميه مال البنات الحين يسمونه كذي تنفش وتحط عليه السمسم من فوق فطريقتها هذه غير طريقتنا اللي بالكتاب. فقلت لكم مقادير حطيت هني حطيتي كم كوب طحين؟ اثنين كوب طحين أسمر. أسمر واحد. واحد نص وسمار نص كوبس نص كلاس وعبيد. لحظة يبا ما عرفت شنو قلتي فيها يبا قلاصين طحين أسمر وقلاص طحين أبيض وكيلو تمر وقفشة حليب بودر وقفشة شو اسمه خميرة وفي بعد بيكنج بودر وبيكنج بودر بعد قفشة وهيل بودر قفشة وحبة حلوة قفشة كله مخلوط يمي عدل والتمر كيلو تقريبا تمر اللي هو يعني كيلو كتمر حق كيلو طحين نفس المقدار بس هي خالطة أسمر وأبيض طحين وذرة ملح في لازم في ملح خفيف بس وتعينه كله والعيان شوفوا شلون تصير لينة الحين إذا بغى تزود طحين هذا وقت العيان وقت الخباز أوريكم إياها. طلعنا عنهم برا إحنا داخل بنسوي اليوم عرسية نبي شيء لين حق الفطور فدياية واحدة وشيلة أو شيلة ونص عيش عدل على ما أركب الدرية أعطيها في العتبة شيلة أو شيلة ونص عيش الدياية حين بقول لكم شو نسويها رتب. Did you soak the chicken؟ هذه دياية واحدة عقب ما طبعا فيش عنها الثلج بغسلها ونظفها بشيل عنها المكان اللي فيه العظام اللي هو اللي ينحان وهذا صوب الظهر وبنزل بس الهبر اللي هو الفخوذ اثنين والصدرين مع بعض في الصفرية هذي خليها تطبخ وخلكم وياي لما اسويها اوريكم طريقتها. عرسية في ناس تسويها من غير بهار وفي ناس تضيف لها راس بصل بالفوح وتشيله مثل ما نسوين حق الهريس في ناس تحط هيل ناس تحط دارسين ناس تحط بس فلفل اسود كل ناس لها طريقتها بس انا بس بحط لها هذه البصلة حبيبة هيل والدارسين واشيلها قبل لا انزل العيش وخليها تطبخ اول ما اعديها عشان اذا فيها سفرة فيها شيء يروح عنها واسويها. يبقى العظام العظام بقصصهم واسوي لها الترشة يسمونها الترشة مثل الدقوس او مثل المرقة الخفيفة يستخدمونها يرشونها على العرسية هم بس يسوونها من الكبود ومن يعني بقايا الدياية او بقايا اللحم اذا كانوا يسوونها على لحم في عندهم منطقة في اعتقد جعلان يسمونها يسمون العرسية على الذبيحة كاملة على التيس كامل او الخروف كامل بس احنا اليوم على قدنا يعني دياية وشيلة تعيش. هذه الدياية يا ابوها دياية الحين الله يسلم عمركم ابى قص عنها هذه اللي ينحان من هني هذا ما نحتاجهم بسويهم حق الترشة او المرقة اللي يحطونها مع العرسية وهذا الظهر بقصه من هني ومن هني بشيل هذا العظم هذا بتقطع بعدها يحط وياها بعد الكبدة ما تدي راح تجيب الكبدة من برا عشان احطها حق الترشة وحق المرقة يبقى صافي يبقى الفخذ وصدر فخذ وصدر بقصهم واوريكم اياها. حطيتي بالصفرية فيها تقريبا ثلثها ماي او ازود من ثلثها شوية وهذه الدياية مقطعة نظيفة هذه فخذات هذا الصدر هذا اللي صدر زايد بعد حطيته وياه كل ما كثر فيها الدياية صارت احسن. الحين بخليها تطبخ بشيل عنها الريب او اللي اسمه الربرب اللي يظهر من فوق مع حبات الهيل والدارسين والبصله يمكن اخليها بالذوب ببطنها مو مشكله
بس الذي الحبات الدالسين والهيل بشيلهم. حطيت ذرة فلفل أسود، ناس يحطون فلفل أسود بروحه، ناس يحطون هيل بروحه، ناس من غير شيء. هي أكلها أصلها عمانية من عمان العرسية، ويسوونها عندهم خاصة بالأعياد وحتى بالبيوت، يعني لما حط الأيام العادية، بس بالأعياد ضروري تلاقي العرسية في كل بيت عماني. تحية حق أهل عمان الغالين الله يحفظهم. وطبعا في ناس يسوونها على تيس كامل، على الخروف كامل، على الدياي، على صدور الدياي بروحهم، على الدياي الكامل، بس يصير الدياي بعظمه ويطبخ هالفوحه هذه، بعدين يشيل عنه وننزل عليه العيش. عندي العيش كهوه منقعه حوالي شيله وشيله متروسه او شيله ونص، يعني هو مقدار اللحم مقدار الدياي. هذه يبين حان الديايه والظهر والكبده، اخليهم بعد هني. هاي بسوي منهم الترشه. الترشه شنو؟ اللي هي مثل المرقة الخاثرة، يحطون فيها مجموعة بهارات مع المعجون، مع الطماط المطحون، مع البهارات الحارة، ويضيفوا لها شوية كشمش وياها، تصير طعمها حامض حلو. بعضهم يضيف لها صبار، بعضهم يضيف لها قطعة تمرة، بعضهم يحط لها من بهارات الشوى اللي يستخدمونها العمانيين. المهم تصير مرقة خاثرة حارة تنضاف مع العرسية وقت الأكل. وطبعا دهن سمن حق تعديل وجه العرسية. هي كأنها هريسة بس على نوع ثاني، يعني مختلفة. هذه لا، هذه كأنها مرقة كاري تصير. أنا جربتها بكذا بيت وكل ناس ما شاء الله لها طعم عندهم في عمان. يعني كان علي ثاني الله يسلمه يسويها على طريقة، لما أروح عندهم بالخابورة هناك في عند الجماعة كانوا يسوون لها طريقة ثانية، لما أروح مسكت كل ناس لهم طريقة ما شاء الله عليهم. في انتظار الدياي يطبخ عشان أشيل عنه الرغوة اللي فوقه، بس يطبخ وعندي العيش ذاهب. الدياي مو مثل الحمل، عادة ينظرون الحمل لما تفسخ عن عظمها يلا نزلون العيش، لكن دياي يا بنت حلال، بس نشيل عنه اللوية ونقط عليها العيش ونخليها على النار العادية لوقت الضرب، نسحب عظيمات الدياي ونضربها. اللي يسألني عن الملح، ملحة بعد وياها، ملحوها على قدر ما تبون أو ملحوها تالي. اللحم عادة نملحها تالي، أما هذه الدياي لا، بنملحها وياها. نشيل عنه الرغوة كلها، وهني ذوبنا شوية سمنة وزبدة، ونزل البصل حق الترشة، حركة شوي لين يذبل. وعندي البهارات كاهية هني ذاهبة، هيل ودارسين وبهار حار اللي هو بهار التندوري، لومي أسود وكركم وثوم وزنجبيل. ما تبون بهار حار استخدموا بهار الميلي والخفيف او بهار القصر، هذا بهار حار، هذا في 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 فلفل حار وياه، هذا بينزل كله على البصل الحين حمر وياه. ايوه شيلي هذا الريم كله عنا شيلي. بعدين ايفن ذا ذا بيز اوف هير ذا سمول هير يو ريموف هير اند دارسين. يس نزل ثاني. عندي هني قوت المعجون، I need the salt. Open the salt, please. حتى من الحكة ويا مرة واحدة كلها. حكة ويا من هنا. الحين أعطيني، أعطيني ال هذا. كلهم يا مع بعض. هنسيني. داخل الطعام كله يميع. شنزل عليه الحين عقب ما حمس؟ عندي طماط مطحون، هذا الطماط كله بقصر عليه خليه يستوي ينضب يميع كله. أعطيني الصبارة وبن الصبار، وأعطيني الكشمش. هاي طبعا كل بيت قلت لكم له طريقته بالترشة أو الدقوس اللي يسوي وياها، بس أنا شفت هذه الطريقة يا زوجتي. أوبن بليز سوي كانتيك. هذا الصبار، وأعطيني الكشمش، كشمش، وهذا الكشمش يوش يعني شوية ما يحار عشان ما يطابخ يمي. شغلي لي تشولة صغيرة وخلي عليها على راح تينضى الكبود والأرقاب والإنحان كله، ومعها هالبهارات. تشكيلة هالبهارات طبعا يسوونها مع عظم البيوت، حارة حارة كلش، أنا حرارتها معتدلة. السمنة لازم وياها، نظفتي
تجيبه من هني. شفت بعض البيوت هم بالأرسية يقطون وياها فراسين ثوم، والله خليتهم هذه فص، هذا واحد هذا فص وياها خلي يطبخون. الحين بنزل عليها العيش. هذه الأرسية تطبخ، الحين بشيلها من على النار الحامية وحطها على النار الخفيفة منك وغطيها وخليت منها هريسة. عقب سلت منها العظام كان شيء زايد ونضربها، ما فيها أي شيء، تندهن بالسمن. وهذه الترشة والدقوس مالها اللي فيه يا محفوظين السلام بقايا الدياية اللي هما الكبدة والينحان الظهر، كل هذا اللي الشيء اللي ما نحطه هذه ينحط هني وينطع فيها مع بهارات مشكلة، ويستحسن بهارات حارة فيها فلفل. اليوم اشتهي مجللي على ليمون، وأنا أحط فيه الفواكه المشكلة هذه اللي بالعلب، بس طبعا أخبطتها وايد طلعت فيه رغوة. احنا نخبط، هو الباكت يبي كوبين، كوب حار وكوب بارد، فنحط نخلط أول الحار وتالي نضيف البارد عشان يسرع بالعملية. عندنا بعد شرايح ليمون خضر كان حطيت، بس ما عندي على الموجود يكفي. لازم الواحد يبي شيء يحلي في شيء حالي قبل الفطور، وهذا خفيف وظريف. كافي ما من بعد. I think I need more. لازم المحلبية، محلبية 4 قواطي حليب عادي مالنا، وزيدها 1/2 قوطي جيمر، تعطيها مزازة وطعم عجيب. نخلطها مع الشكر، الشكر حسب مقدار. أنا كل كوب أحط له قفشة كبيرة شكر، واللي يبي زود يحط زود، اللي يبي أقل يحط أقل. أعطني بالهيل والمشخل، دسترينر. أيوة هذا الروز ووتر. Bring the strainer. حطيه بس هذا الهيل. تمام، ردي هذا مكانه حق القهوة، ما في شيء. السما تطبخ وعندي النشا كهوة مذوبتها زاهب. ذوبت النشا، هذا النشا زاهب كهوة مع بداية الحليب. 4 قواطي شلنا منهم، زدنا الماء الورد. هذا من الوعي الورد، جاينا يعني من خالد المكي، ما قصر، عسى عمرك طويل وسلم على الوالده. ولا تعوك الله ريحه الماي الورد والهيل مع الحليب، وهذه النشا فوق على طول. تاكد انه ما في شيء، نحركه على طول. ماكو دقيقه ونص الا هو. ها شو صك، لا اله الا الله، قلبه واحده ونصبه بالماء. سلامة عمرك، ماي المحلبية خلصت. دقيقة واحدة خلص. تصير عجيبة مع الكريمة. شيء الجيمر، قصدي علبة الجيمر. حطيت 1/2 علبة أنا بعد، مو علبة كاملة، لأن مقدارنا صغير، لو مقدار أكبر كان زدت علبة كاملة. بس نطفي عليه وخلص. يلا بابا عشان نمشي. رديت حق راني في المطبخ، شوفوا يبغى تسوي قراسات قراسات، تذر عليه الحين حبه الحلوه. وشنو سمسم بعد يبا؟ ايه سمسم. سمسم ايه، هذه حبه الحلوه كاي مطحونه، ذرها عليه. تالي تروي كذي قراسات صغار ومزهبه المقله كاي هني تقلي. كاسحولها قاعده ما سوت شيء، قاعده ومبطحه بالدار، واحنا نشتغل بالمطبخ. لا قصت السلق حق لم الشوربه ولا سوت شيء، مول. تشوف الدهنه اذا هي زينه، شوف رقيتها، شوف اوكي. يلا قرصة كذي قروس، وهذا النار عليك اهي، ورينا شلون ترقل عشان يعرفون. ايوه تاخذ العينة، شوف العينة ترى لينة كلش. ها لين زين بابا، يلا لين زين، مخمرة ولينة. ترققها وتحط عليها هذا وتشيلها، تنزلها بال
طابي على طول. هذا تحت شنو؟ طحين؟ طحين ها؟ طحين ايه. اول من الجاد اي طحين زيادة. تصبين على وجهها دهن ها تصير هي تنفش ها تالي تقلب شوف شلون تنتفش تالي تقلبينها ها تحت خلاص ويا احمر ما يخلي تتكلم كملي كملي بصور بعدين بروح كملي عارف أنا شبيها لما تستوي عشان أوريها وايد يسألوني شون ليش خبزنا يطلع غير الحين وريناكم الطريقة بالضبط. أيوة. ما شاء الله لا إله إلا الله الله يعطيك العافية. أيوة ما شاء الله وهذا خبز التمر اللي تسويه ماما راني. عشان تنتفش انقلبتيها ها ما شاء الله بس شيلها زهبة كملي على راحتك اي هذا ممتاز هذا الدياي اللي تبلناه بالبابريكا والليمون والملح والبهارات والثوم قاعدة تقلي الحين عقب ما تقلي الصفة هي بس طبعا كماري لازم هي هالدور شوف شو منتفتها عشان ما تلتف على هالكبر يصير لازم اقطع على هالكبر هي قاسها كل قطعة مرتين أو إن غلطت حطت تقطعهم حق ثانية حق ال أي حطت هذه حق المرق وسوت لنا هذا مع المرق ما لهم حطتها هي عدل وهذه مرقة الماش هذا السلق مع الماش ما حمستي السلق أول على طول حطيتي كذي ليش ما حمستي أول يبا أنا نحمسها قبل شوية عشان لا يصير كذي سلوج سلوج كله بس يلا بين وكل هذا المعشوية سويت الحمسة بروحها انزل ايوه قلبي لا يتحرك تمام الحين حطه في ماعون اصغر هذا كبير حطه في ماعون اصغر هذا الدياي المقلى اعطيني سبون بابا جست ون سبون بليز هير هذا ثوم وكزبرة وليمون اذا ما المفروض يكون بقدونس ما عندنا بقدونس اللي موجود يسد راح نحطه كذي عليه كله على المجموعه كلها وبعدين بغطيه بالقصدير وادخله الفرن مره ثانيه على 180 حوالي نص ساعه ساعه الا ربع لغايه ما يتمخمخ نوبه واحده ويصير في طعم الليمون والثوم لاصق هذه العرسيه زاهبه بشيل الدياي حتى اطلع عنها العظام البصلة شني والله بضربها ويا هذاي بموليه كلش والعيش مستوي وما يا قانوني ما يبي زود ولا يبي كسران بس خلي البنات تذوقون ملح اذا ملح تعدله شوف كذي احنا بنهرسها كلها الحين كذي ايوه بس نطلع الدياي يعني خلنا اشيل عنها العظام اضربها مع مراني كلها هذه الدياي تصفت الحين بنرجع لشلنا العظام عنها وكل شيء مسوي نشيله وتصبغ حتى هذه العرسية تقريبا استوت ردينا على الدياي مرة ثانية شوفي ورد نضربه خلاص لين تربط تربط نبوة واحدة عقب ننجبه ندهنه بالسمن ونحط هذه المرقة مالته اللي هي ترشة بعد على كثر اللي يشتهي خلينا ما شاء الله ولا فيها اسمة الصفرة الحين تربط كلها يبيها ربطت كلها العرسية طبعا هم يقولوا لازم تصير كلش بيضة بس بدل ما هي عقنة فيها شوية لون مع عويدة دارسين وانا ضربت بصلة بعد وياها بس ريحتها عجيبة الطعم عاد ما يندره ملح زيك وإراني ما ادري قبل دياي قبل انا كل يلا ذوقي شوف اوكي ما فيها زفار حلو ها
كلها هذه سبيبة وبأقل التكاليف. دقيقة واحدة تكفينا احنا وياهم برا. حتى البنات قالوا نبي منها هيدا. هات هاتي معنا حطيها. دهنها بسمنة. سمنة مو وايد بس لازم واسي ويها وتالي لي بعد يزيدها على راحته. You want سمنة بنات؟ نو no. أكلة عمانية بعد؟ أكلة عمانية نعم، من أكلات مشهورة العمانية عندهم. بعد إحنا مو مثل العمانيين يعني، هم أحسن أكيد من لأن أكلتهم. الله يجمعنا فيهم. آمين إن شاء الله. آمين. العمان الطيبين. ناس يسوونها أي بس من كذي شوي، ناس يسوونها أطرى من كذي. على كل من على. دوم بعد الخبز أنا ذاك. كم مرة قاعد أسوي سيرتش أونلاين اللي هو المندازي. أي مندازي عجيب. هم يشوق عواش بنت عمي عواش. سكن كزن. تحب تموت عليه بعد عمري. عواش مطوع. كلها الخليج كلها حلو. الجدر حطينا فيه شوية من البصل مقلي مع شوية زيت. وهذا العيش مخلوط مع الشعرية مع ال. اللي هو العدس بجبة مفيوح طبقات مسوي طبقات كلها. هذه المعكرونية اليوم سوينا المعكرونية على طريقة المبارك حمراء مو بيضة. طبقة طبقة لين تنتهي كلها. شوية بصل لا تنسى عشان يصير كل الطعم فيه. تكمل الطبقات طبقات كلها عشان مهم ما تنشب يصير لذيذ. نخلي طبعا زيادة حق ويها تالي. سلام حلو انه مخلوط وياها صلصة يونس. هذه مبارك ما تسوي المعكرونية بيضة لازم حمرا تسويها. ولا احنا عليك يا مبارك. ان شاء الله نتلاقى على خير. ان شاء الله يا رب. ايش هي كلها ترى نص شيلة عيش. اي ما شاء الله بتشوف. نص كيس معكرونة. هذا بخلي شوية عقب بزين فيه لين الشرط. شوفي جاهز. بس خلوه أنا خليه يتسكر شوية على الضوء تقريبا ربع ساعة وطفي عليه جاهز. هذه خمسة طقوس المعتادة حتى اللي زاد مساع من التعلية حل خلط توية طماط بصلة وفي ثوم طبعا. هني عندي كزبرة محموسة ناشفة. هذا كمون. وهذا فلفل أحمر حار. شوية خل وسلامة عمركم وتعيشون. هذا يرش وياه سر الدقة مالته اللي تنحط وياه. كشري سلامة عمركم.